معايا تمام. كل دي الليرز اللي انا حطيتها عشان مش هقعد اسحبها تاني. الريندر اليمنتس بيبقى شكلها عامل كده من الماكس. ليه الريندر اليمنتس دي موجوده؟ ليه بالواير كلر ده؟ عشان لما اجي اختار مثلا، انا عايز اختار كل الجلاس مثلا، اروح اعمل بالماجيك تول مثلا او بالكلر رينج او ايا كان اي سيلكشن مود انتوا عايزينه، اختار اللون فين؟ ثانيه واحده. اختار مثلا لون بلو واعمل سيلكت سيميلر مثلا، فيبقى عندي كده كل ده في لاير واحد. عايز اعمل بقى ريفليكشن، ازود انعكاسات، احط لاير فيها مباني واقلل الاوباستي بتاعتها، فاهمين؟ عشان بعد كده ده هيساعدني في البوست برودكشن اسهل من ان انا اقعد اجيب لاير واقعد اقصقص منها فالورك ده بينجز جامد قوي في البوست برودكشن، مهم جدا. تاني حاجه ده الرو لايتنج، ده هيبقى مفيد لو انا عايز ازود مثلا الشيدو، ازود الشادو عن اللايتنج. ده مش مستخدم قوي لان انت اوريدي بتزوديه في الليفلز اللي احنا عملناها قبل كده، لكن هينفعنا بعد كده لو الوقت اسعفنا وشرحنا ازاي نعمل من دي لنايت على طول في الفوتوشوب من غير ماكس خالص، تمام؟ لان انا بختار الحتت اللي فيها اضاءه وببهتها والكلام ده كله. لا دي مش دي بتطلع من غير ريندر، بتطلع اوريدي، هو بيطلعها لك في الاخر خالص، يعني دي ما بتترندرش. مين هنا قال لي حد شرح ريندر اليمنتس امبارح؟ ايوه شرح امبارح. وده مثلا ريفراكشن، الريفراكشن ده اللي هو فيه الحاجات، الريفراكشن ده بيبقى عن الحاجات اللي كلها شفافه، اي ماتيريال انت عامل فيها اي ريفراكشن ولو بسيط هو بيحددها كلها. يعني لو تاخدوا بالكم محدد لي حتى الجلاس هنا فين، يعني انا ممكن مثلا دي طريقه تانيه ان انا اختار فيه باك جلاس، ممكن ما اختارش بلاك كلر، يعني ممكن اختار كل البلاك اللي فيه، كل بعد ما اخترت البلاك كله اعمل انفيرس مثلا كنترول شيفت ايه؟ كنترول شيفت اي كده هيختار لي الحاجات اللي حواليه. ايه تاني الريندر اليمنتس مهم؟ تمام كده، هم دول مثلا دول اهم ثلاث حاجات عندي. في حاجات تانية مثلا زي الزد ديبث، ده اليمنت متقدم شوية، ده للناس اللي هتعمل مثلا عارفين الفوكس اللي في العدسة بتاعت الكاميرا وكده، ده بيتعمل بيطلع ويتظبط بس في الافتر افكت البلوجن تاني بقى ليلة تانية خالص. مبدئيا ده بيبقى الحاجات اللي هي بتبقى رياليستيك مش حاجات اركتشر فيجواليزيشن بسيطة. مبدئيا كده انا دلوقتي عايز اعمل سما غير السما دي مثلا، السما دي انا كنت عايز باك جراوند كده في الماكس عشان اطلع وابقى متخيل الموضوع. فانا عندي اللايبراري بتاعتي فيها سما وممكن اجيب سما من جوجل، تمام؟ فانا اخترت سما معينه مبدئيا كده، معلش عملت برضه سيلكشن على اللون اللبني كله، تمام؟ ورحت سيميلر وجبت اللاير بتاعت السما، تمام؟ وخليتها عملت لها كات يعني في الحيز ده، عملت لها ماسك. معلش اللاير دي يعني عارفين شغل ماسك صح؟ عملت لها ماسك بحيث ان انا اكمل بعد كده الماسك ده مثلا اكمل الوايت اللي فيه لاخر اللوحه، بس اللي تحت عندي كله بدل ما اقعد احدد حوالين المبنى وكده، ده بينجزني في الوقت من خلال برضه الوايركر.